السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. الشخص الذي يفضل الوحدة والعزلة عن معظم البشر ليس شخصا سيئا أو مريضا أو معقدا أو انطوائيا كما يظن البعض، وإنما هو شخص رأى في أمن الناس على حقيقتهم فعجز عن التعامل مع هذا الفيض الهائل من الظلم والكذب والغيرة والحقد والنفاق والرياء. فإذا اكتمل العقل قل الكلام، وإذا امتلأ القلب اعتزل اللسان. وتبقى الوحدة رغم قسوتها من أجل أجمل الأشياء على سطح الأرض. الوحدة اختيار والعزلة قرار. الوحدة فيها وحشة وفيها أنس، وأنت تختار أيهما تعيش. العزلة فيها اكتئاب وفيها استجمام، وأنت الذي تقرر أيهما تعيش. الوحدة فيها الحب وفيها الكره، ونيتك بالاختيار. العزلة فيها اللوم النفسي والانفجار الفكري، وفيها إعادة الحسابات وانخراط مفيد بين الجسد والنفس، ونيتك تأتي إليك باختيار. الوحدة لا تقتصر على الجلوس وحدك، ولكن الوحدة الحقيقية هي وحدة النفس، حيث لا تجد من يفهمك ومن يحتويك ومن ينظر إليك.